هذه المشاركة وهذا الحضور مرزق بن علي بن مطير المجنوني الحاضر بمجننات وأكثرها جل شرهان وحليمان السلالة الحاضرة حصلت على إنجاز في النسخة السادسة، حصلت على المركز الثالث في الجمل، والنسخة السادسة حصلت على المركز الثالث في أشواط الجل. اليوم يحضر مرزق بن علي بن مطير المجنوني برقم 4772 بإنجازات حاضرة، بتاريخ حاضرة، بتواجد حاضرة متابعينا الكرام، وهو عاشر المشاركين في هذا اليوم في هذا الشوط في فئة السواح العشرين في هذه المنافسة متابعينا الكرام. نرحب مرزوق، مرحبا يا مرزوق، مرحبا يا المجنوني مرزق بن علي المطيري بن مطير المجنوني الحاضر في هذا اليوم بمجننات في هذا التواجد وبصيحات الجماهير ايضا الحاضر. وش ناوي عليه يا راعي مجننات؟ بتجننهم في الميدان؟ نحيي مرزق المجنوني، نحيي اللي دائما نشوفه في كل شوط، مرحبا بك. طبعا المجنوني دائم اذا جاء الشوط منافس قوي، منافس شرس في كثير الاشواط، شفنا شوفوا جمهور مجننات، يا مرحبا يا جمهور مجننات، يا مرحبا بالحماس، يا مرحبا بالديربي الجميل. شف الجمهور اخوي احمد، شف التفاعل، يا مرحبا. يحق لك توقف، يحق لك توقف يا المجنوني، جمهورك يشرح الصدر وينومس، يحق لك، يحق لك توقف. وفالك النواميس يا المجنوني، وفالك الناموس يا راعي مجننات. حضرنا مجننات ومسميها مجننات الميدان، اكيد انها تجنن الميدان. فعلى التوفيق مرزق وجمهور مرزق، لكم مني التحية. اترك الصوت للجماهير، عودة مخرجنا من الرفضة يا جماهير، مخرجنا عودة للجماهير وصوت الجماهير. جماهير مجننات الحاضرة والمتواجدة وكأنها في مدرجات كرة القدم، لكنها تحضر اليوم في نادي الإبل، وهذا هو روح التنافس والأخوة، وهذا ما عهدنا من أهل الإبل بشكل عام. نايف الراجحي ومرزق بن علي بن مطير المجنوني، ومرحبا، نرحب بمجننات كما ترحب بها جماهيرها، كما ترحب بها الجماهير العاشقة والحاضرة في هذا اليوم. وهذه مجننات أمامكم متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، حضرت بهذا الجمال الذي يعطي طابعا جميلا للمنافسة في هذا الشوط في فئة السواحل العشرين، مجننات المرزق بن علي بن مطير المجنوني، وحضور مختلف أمانة في شوط السواحل، لا في منصة الملاك ولا في حضور في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أيضا حضور الجماهير الحاضرة في مدرجات جائزة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. ما شاء الله تبارك الرحمن على حضور مسك الختام وعلى تواجد مسك الختام متابعينا الأعزاء، كما تشاهدون مجننات الحاضرة المرزق بن علي بن مطير المجنوني. يا مرحبا مجنن. طبعا مرزق ما هو غريب علينا، مرزق حاضر في أكثر النسخ. صفق يا مرزق، تستاهل، وتستاهل أنت التقدير يا راعي مجننات. البل وقفتك يا مرزق، ما هو غريب، أهل البل ما يرتاحون، يوقفون وبيجلسون، يوقفون وبيجلسون. شكرا الجماهير مجننات، شكرا مرزق المجنوني على هالحضور القوي وعلى هالنسق القوي وعلى هالنخبة اللي جابرنا من الساحل. مرزق راعي ميادين، صديق الميدان معروف، النسخة السادسة المركز الثالث في الجمل، والنسخة السادسة أيضا المركز الثالث في الجل. نتمنى له والسنة هذه يكون له حضور قوي في مجننات مركز النسخة السادسة الثالث السابعة. وش ناوي عليه يا راعي مجننات؟ منافس قوي، عرضت، شوف العرض القوي أمام لجنة الحكم أخوي أحمد،
شوف وقفة البن الله يبارك له، الذهب اللي هو جايب ابن ميادين جاب النزين، اعتمد اعتماد على الجل طعمها بقليل من 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 أدك، عرضت أمام لجنة الحكم. الحين مجننات عند الحكم، جمهور الحكم، نقول الله يعين لجنة الحكم أخوي أحمد، والله يبيض وجيهم ويجزاهم عنا خير الجزاء. هذا حضور آخر المشاركين وآخر المنافسين متابعينا الكرام، العاشر في المشاركة مرزق بن علي بن مطير المجنون، الحاضر بمجننات، الحاضر بقوة، رغم أن آخر المشاركين في هذا اليوم، إلى أن حضور مختلف تماما، وكما تشاهدون أمامكم هذه الجماهير وكأنه مدرج نادي الاتحاد هناك في الغربية في مدينة جدة، الجماهير التي تؤازر وتشجع مجننات وحضور مجننات المملوكة لمرزق بن علي بن مطير. وهذا هو مرزق بن علي بن مطير المجنوني الذي يحيي جماهيره الحاضرة، وهذه أجواء المنافسة، هذه هي أجواء الإثارة، وهذه هي الأجواء التي تعودنا عليها واعتدنا عليها في جائزة الملك عبد العزيز في جميع نسخها، وهذه هي الجماهير التي تشير بالرقم واحد وتحيي مجننات الحاضرة في هذا اليوم. وما شاء الله تبارك الرحمن على حضور مجننات المختلف تماما في هذا اليوم. صدقني حضور مجننات، حضور الساحل، جمهور الساحل غير، والله العظيم طابع غير، من أقوى الجماهير اللي مرت علينا جمهور الساحليات. نرفع لكم العقال يا جمهور، جمهور التحدي، جمهور التنافس، حضور جايينك من الساحل يحيون رفيقهم يشجعونه، هو ما جاءنا اللي يدور الناموس، وانتم تتعينون على العلوم الطيبة. جمهور صراحة مثل ما قلت أخوي، ذكرني بجماهير الاتحاد، لكم كل التحية يا جمهور مجننات مرزق، فالك التوفيق، ودعت اللجنة ومجننات تقول قيموني وعطوني من المراكز الأولى. والله حضور جماهيري وحضور منافسة في منصة الملاك، وأيضا حضور الجماهير التي تتنافس هناك في المدرجات متابعين الكرام، كما تشاهدون وكما تتابعون، هذه هي رياضة الإبل، وهذه هي المنافسات، وهذه هي الجماهير العاشقة والمتيمة والتي تطمح بانتزاع المركز الأول بمجننات المرزق بن علي بن مطير المجنوني.